لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في القدس العربي، محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. في موقع كتابات الصدر، يغدر بمتظاهرين المطعم التركي، ميليشياته تقتحم المبنى. في موقع يقين، ساحات الاعتصام في بغداد وتسع محافظات منتفضة تؤكد رفضها لترشيح محمد توفيق علاوي. في العربي الجديد، عباس أبلغ إسرائيل والولايات المتحدة بقطع كل العلاقات، لن أبيع القدس. في موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تعتقل 6 مواطنين في الموصل. في الشرق الأوسط، الجامعة العربية ترفض خطة ترامب للسلام، لا تلبي حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني. وفي الوطن العمانية، منظمة التعاون الإسلامي، القدس جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة. السلام عليكم. قضية سحب الشرعية أو تدويل قضية العراق رغم تداعياتها الاقتصادية وربما الأمنية، إلا أنها الأرضية الصلبة للتأسيس لإعادة بناء الدولة والانتصار الربيع العراقي أو ثورة تشرين. جاء هذا في مقال للكاتب جاسم الشمري. بيان السفارات الأجنبية فيه عدة رسائل خطيرة، ومنها البيان الدولي المصغر جاء بعد ساعات من تعرض السفارة الأمريكية ببغداد لهجوم صاروخي، وهذه لأول مرة يكون فيها بيان جماعي لدول أوروبية مع واشنطن من داخل العراق، ويدين الممارسات الحكومية ويطالب بالتحقيق في قتل مئات المتظاهرين. أفهم البيان حكومة بغداد بأن المجتمع الدولي متابع بدقة للمجازر المستمرة بحق المتظاهرين. تفكير البيان لحكومة بغداد بالدستور العراقي فيه إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الدستور الذي بموجبه صارت حكومة شرعية، وعليه يمكن لتلك الدول وبموجب هذا الخرق الدستوري تحديداً السعي للطعن بشرعية الحكومة لأنها لم تلتزم بتطبيق الدستور. الإشارة السابقة للدستور فيها تذكير بأن الميليشيات وخلافاً للدستور هي التي تلعب بالحكم في العراق، وأن الحكومة لا تمتلك القدرة العسكرية والإدارية على لجمها وحفظ سلامة المواطنين. مطالبة البيان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة بشأن مقتل وجرح آلاف المحتجين منذ الأول من أكتوبر الماضي يعد بمثابة الخطوة الأولى لبداية تدويل قضية قمع المحتجين. هل سيفعلها المجتمع الدولي ويسحب الاعتراف بحكومة بغداد وينقذ العراق، أم أن الاعتراف سيبقى الغطاء الشرعي الدولي لقتل المتظاهرين؟ أخذ ثورة تشرين المباركة أبعاداً كبيرة وتطورات واسعة وحضوراً ميدانياً رائعاً خلال الأيام الماضية، واتسمت بصور التحدي الكفاحي لجميع الوسائل والإجراءات التي قامت بها التيارات السياسية التي تحاول الانقضاض على انتفاضة شعبنا وعلى أهداف شبابنا الثائر وعلى المبادئ السامية لثورة الشعب الكبرى، وتكشفت حقائق وثوابت من كان يدعي الحفاظ على الوطن. مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. جاءت الأحداث الأخيرة لتشكل انعطافة حقيقية وتاريخية في حياة ثورة الشعب العراقي، عندما اتسعت مبادئ الثوار وتشبكت الأيادي والأرواح بالتأييد والتضامن الكبير والالتفاف حول الثورة بشكل فاق كل التصورات والتوقعات. وكان رسالة واضحة المعالم لكل من لا يرتبط روحياً بمبادئ وأهداف الشعب المنتفض، وأن الثورة مستمرة ويتصاعد وهجها وألقها، بل نستطيع القول إنها أصبحت أكبر دلالة وأكثر عمقاً وأصوب تأثيراً. فالمنسحب هو من اختار طريقاً لا يمثل الشعب الثائر والمدافع عن قضية شعبه،
وعليه أن يكون صبوراً مجاهداً مكافحاً، يعمل على تصعيد وتائر العمل الجماهيري وتصويب الفعالية الثورية وصولاً إلى الأهداف السامية الحقيقية التي خرج من أجلها الشعب العراقي. وإلا ما قيمة التضحيات التي قدمت والدماء الزكية التي أريقت والجراح التي نزفت من أجساد الثوار الكرام والألم التي يعيشها المعتقلون في سجون حكومة بغداد أو الأدوات والميليشيات المساندة لها؟ ألم تكن هذه التضحيات من أجل العراق؟ ألم يكن الشهيد والجريح عراقياً استشهد وأصيب لكونه يدافع عن انتمائه الوطني وأهدافه وتطلعاته في حياة حرة كريمة؟ من أولويات ثورة تشرين المجيدة أنها كانت تسعى إلى الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وتعميق أواصر المحبة بين جميع شرائح المجتمع العراقي بكل طوائفه وقومياته ومذاهبه، وسعت إلى تحقيق الاستقلال السياسي بعيداً عن التبعيات الإقليمية المتمثلة بالهيمنة والنفوذ الإيراني على القرار السياسي في بغداد وعلى التأثير في جميع مجريات الحياة في العراق الأمنية والسياسية. عبر أكثر من ثلاثة أشهر من القتل كان المحتجون يواجهون الرصاص بصدور عارية من غير أن يسمعوا أن هناك جهة دولية تتعاطف معهم وتدافع عنهم وتسعى إلى تأمين الحماية لهم. فاروق يوسف يكتب في صحيفة العرب اللندنية عن ثورة تشرين والصراع مع الأحزاب. ما من أحد يحاور أحدا في العراق، فالسلطة التي تقيم في المنطقة الخضراء تديرها أحزاب مغلقة على نفسها وهي غير مستعدة لتفهم مطالب المحتجين في جانب الرصافة أو التعامل معها إيجابياً. لدى تلك الأحزاب حكومتها ومجلس نوابها وجيشها وأجهزتها الأمنية وسفاراتها، وهو ما يضفي على وجودها شرعية ليست قابلة للنقض من وجهة نظرها. المحتجون لا ينتظرون من الأحزاب أن تتخلى عن السلطة، بل إنهم ينظرون بيأس إلى ما يمكن أن تتقدم به تلك الأحزاب من حلول للأزمة قد تؤدي إلى سقوط سلطتها وانقضاء امتيازاتها في أي لحظة يتبدل فيها المزاج العالمي. في موازاة حراكهم السلمي كان هناك صراع بين إيران والولايات المتحدة يعبر عن رغبة الطرفين في أن تكون له اليد العليا في البلد. مظهرياً يبدو ذلك الصراع كما لو أنه لا علاقة له بالصراع الداخلي، غير أن ذلك ليس صحيحاً. عيب السياسة الأمريكية إزاء العراق يمكن تلخيصه بضبابية الموقف، فالولايات المتحدة التي تدرك جيداً أن مصالحها في العراق وفي المنطقة هي عرضة للتهديد بسبب اتساع الدائرة التي تتحرك فيها إيران من خلال ذيولها في المنطقة، لم تظهر حتى هذه اللحظة موقفاً مشجعاً وداعماً للحراك الشعبي المناوئ للهيمنة الإيرانية والداعي إلى إنهاء نظام الميليشيات الإيرانية. وليس من المستبعد أن الطرفين الأمريكي والإيراني إنما يقومان بتلك الاستعراضات رغبة منهما في ممارسة الضغط، وهما لا يضمران نية الحرب في كل الأحوال، وهو ما قد يؤدي إلى إبقاء الوضع في العراق على ما هو عليه إلى زمن غير معلوم، فالطرفان يملكان من الوقت ما لا يملكه الشعب العراقي. لا يمكن تمرير تلك الصفقات التاريخية الكبرى خاصة في فلسطين قبل الآن، فلا بد من توفير الظروف السياسية والتاريخية قبل تمريرها. وقبل أن نصل إلى صفقة القرن علينا أن نعود إلى الوراء 20 عاما كي نرى الأحداث التي مهدت لهذه الصفقة وجعلتها الآن تبدو ناضجة لتبنيها وللمصادقة عليها. قبل 30 عاما تم محاصرة العراق تمهيدا لغزوه لاحقا وتجريده من سلاحه وقوته وتفكيك جيشه وتحويله إلى مستعمرة إيرانية بضوء أخضر أمريكي. من هنا بدأت المؤامرة بحسب الكاتب فيصل قاسم في صحيفة القدس العربي. لقد غدا العراق بعد الغزو في عام 2003 بلا حول ولا قوة، وصار مضربا للمثل في الفقر والضياع والفوضى بعد أن كان يشكل قوة لا يستهان بها في مواجهة إسرائيل. ويذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن الذي قاد عملية غزو العراق وقتها أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين أرييل شارون وقال له حرفياً: أبشرك بأن الخطر العراقي على إسرائيل قد انتهى بعد أن دخلت القوات الأمريكية إلى منطقة الأنبار غرب العراق.
صحيح أن معظم الزعماء العرب في تلك الفترة كانوا في الجيبين الأمريكي والإسرائيلي، لكن هذا لا ينفي أنه كان هناك جيش عراقي خوض حرباً ضد إيران لثمان سنوات ولم ينهزم فيها، وهذا بحد ذاته يشكل أكبر تهديد بعيد المدى لإسرائيل، وبالتالي كان لابد من تدميره والتخلص من خطره المستقبلي حتى لو لم يظهر خطره إلا بعد 50 أو حتى 100 عام. فقط قارنوا بين الجحيم السوري واليمني والليبي والعراقي بالوضع الفلسطيني وستجدون أن العرب أصبحوا يتراحمون على القضية الفلسطينية مقارنة بكوارثهم الجديدة. ولا ننسى أن روسيا ترعى الآن من وراء الكواليس اتفاق سلام بين النظام السوري وإسرائيل. يتساءل الكاتب، هل هناك وقت أفضل من هذا الوقت للإعلان الأمريكي والإسرائيلي عن صفقة القرن؟ سلطت خطة ترامب المزعومة في الشرق الأوسط سلطة الضوء على الخيارات المتناقصة للفلسطينيين الذين يواجهون الآن قنبلة موقوتة في واقع إقليمي جديد. الكاتبة لورا كيلي في مقال نشره موقع ذا هيل القريب من الكونغرس أشارت إلى أن سبب هذا الرفض الفلسطيني لصفقة القرن واضح للغاية إذا نظرت إلى الخارطة الغريبة للدولة الفلسطينية المستقبلية. نقلت كيلي عن دان شابيرو سفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد أوباما قوله أن الخطة عبارة عن خطاب ميت إلى حد كبير، ولكن تسهيل الخطوات الأحادية التي ستحدثها هو في الحقيقة ما يمكن أن يغير الوضع بشكل كبير. وأشارت الكاتبة إلى أن خطة ترامب ستعزز الوضع الراهن الذي يعطي إسرائيل القول الفصل في جميع التدابير الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي السيطرة على حركة البضائع والأشخاص إلى تلك المناطق. واستنتجت الكاتبة أنه لا يزال لدى السلطة الفلسطينية عدد قليل من الحلفاء للضغط على الخطة، وقالت أنه يمكن انتظار الانتخابات الأمريكية الرئاسية على أمل أن لا يفوز ترامب وأن يتم انتخاب إدارة أكثر مواتاة للجانب الفلسطيني. وفي حال إعادة انتخاب ترامب فإن الأمور ستصبح سيئة للغاية بالنسبة للسلطة. ولاحظ مقال ذا هيل أن السلطة الفلسطينية فشلت في إعداد رد مضاد وأنه كان من الواجب أن تكون مستعدة منذ أكثر من عامين على ما حدث، ولكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد. وأشارت الكاتبة إلى تصريحات لمفاوض فلسطيني سابق بأن فترة ولاية ترامب الثانية يمكن أن تعيد كتابة المعايير الأمريكية للسياسة في الشرق الأوسط مثلما فعلت بنقل السفارة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان والمشكلة ومستوطنات الضفة. المشكلة التي تواجه السلطة الآن هي أن الدول العربية لم تقدم رفضاً صريحاً للخطة بسبب القلق المزعوم لبعض الدول العربية من المواجهة مع إيران. اليوم وصل الفلسطينيون إلى مرحلة عليهم أن يتعاملوا مع ما كان يعد لهم منذ زمن طويل وهو ضم مناطق جيم لإسرائيل تحت مسمى خطة السلام والازدهار أو ما يعرف باسم صفقة القرن التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض. حول هذا الموضوع كتب محمد ياغي في صحيفة الأيام الفلسطينية. المطروح على الفلسطينيين باختصار ليس مشروعا للمفاوضات، وإنما بعض المال المؤجل إن قبلوا بالصمت على ضم إسرائيل لأراضيهم. لا يوجد اليوم ما يختلف عليه الفلسطينيون، فلا أحد يريد التفاوض معهم لأنه لا يوجد أصلا ما يتم التفاوض عليه. البعض العربي الذي يبشر بأن القبول بالتفاوض أفضل من الرفض عليه أن يخبر الفلسطينيين على ماذا سيتفاوضون. إسرائيل وفق المطروح ستضم 40% من مساحة الضفة فوراً ومن دون انتظار المفاوضات، وهي تشمل القدس المضمومة فعلاً والمستوطنات كتلاً كانت عشوائية، وغور الأردن وكل ما يسمى بأماكن دينية يعتبرها اليهود رموزاً لهويتهم، وما تبقى هو 20% فقط. وحتى هذه 20% التي بقيت لن يتم التفاوض عليها إن لم يقبل الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل وبالتخلي عن حقوق اللاجئين وبتسليم بأن القدس لإسرائيل وبنزع سلاح الحركات الفلسطينية المقاومة في غزة.
ثم حتى لو تم التفاوض بعد تنفيذ كل الشروط المستحيلة، فإن أكثر ما سيحصل عليه الفلسطينيون هو 10% من الأرض التي بقيت للتفاوض. هذه الخطة لم توضع للتفاوض مع الفلسطينيين، ولكن لتشريع عملية الضم والاستيلاء على أرضهم الآن قبل عملية تهجيرهم لاحقاً. وأقول التهجير لأن هذا ما يعد لهم قبل حصرهم في معازل غير قابلة للحياة داخل دولة إسرائيل. على الفلسطينيين أن يدركوا أن أنصاف الحلول لا تسقط مشاريع كبرى بحجم مشروع ترامب ونتنياهو. المشاكل الكبرى تحتاج لقرارات كبرى. في فعالية تراثية توج مجموعة من الأشخاص كأفضل مناد على الغزلان في أكبر معرض للصيد البري في أوروبا بمدينة دورتموند الألمانية، وتقدم للبطولة 12 رجلا وامرأة وهم مزودون جميعا بأصوات راسخة وقرون خاصة. وجاء المشاركون من ولايات ساكسونيا السفلى وبافاريا وبراندنبرغ وشمال الراين وبيتسلفاليا وميكلومبورغ فوربورن، مقسمين على ثلاثة أقسام. وكان على هؤلاء المتسابقين أن يظهروا صياح الفائز بعد سباق أمام الجمهور على أفضل طريقة. تعتبر بطولات منادي الغزال الألمانية قمة عروض الصيد والكلب، ويستقطب الكثير من أصحاب الفضول. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.